بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سودو هذا والعلاقة علي قاعي كحرن هاني لك تشانل عشر كينان وعشر كيبوك عربي قاعي نكبرانيني عشر كيني ايو نكترنا تركيب النحوي اها نهورا ويكي هورا وحن سوق عدنا عشر كان التدريب الاول ان شاء الله ما تنحن لقاننا التدريب الثاني تو برشاد اللي بعد وحلو قولي تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين إن سيدا لبدا تسالك حسن بالقولي إن اسكوي دار سيدا قفك ياد سلهد ليسين يعضيك ولا هذا الكين سيدا اسكوي دار سيدا كعشر كين ما أنت محوية هاي المثال الأول إن تسالها كوباد هدين ايكنو أين سعيد أين سعيد هلكن وحينو يالا سعيد الغرفة يقرأ القرآن مكا هلكن لقلي سؤال يجواب يا لقلي أين سعيد أبيهم حيري أين سعيد سعيد ميي هو يدينا محيتري سعيد سعيد في الغرفة قولك أيو جوغا محوكا قبانا يا قولك مركا واكن في علكي وحوكا بناي يقرأ القرآن قرآن أيو أخري وحن أوران كرنا أيو كالي ويو جوابي كرتا هلكي كورين لهاي سعيد وحيو هلكن جلين كرتا هو أو إساقع أما مجي إيسي بيشاكتي سعيد هو ويوران كرتا هو في الغرفة يقرأ القرآن أما سيدان مجعي لشيغي حتى سعيد في الغرفة يقرأ القرآن سعيد قولك أيو جوغا قرآن أيو أخرية وسيدي لبكا يعني نينكا سيدي لولا هذا دتكنا إن دمركنا هالكنا دارانيسا هالكنا حينو يالا سعيدتو سعيد وانينكا سعيدة وقبضة مكالك وحنو يالا سعيدة الغرفة تقرأ القرآن هالكنا مكالك واحد لي المثال الثاني يعني محايدة تسالها لبعض أين سعيدة أين سعيدة ماذا يعني سعيدة سعيدة في الغرفة سعيدة وحي جوكتا قولك محيكا قبانيسا تقرأ القرآن تقرأ القرآن قرآن يا أخريسا سيدو كلار كان مقعوا لغمار مكرا وحلوردن كرا هي في الغرفة تقرأ القرآن وحلوردن كرا هي في الغرفة تقرأ القرآن هلكا محيكا عرقنا مركا تقرأ هلكن نحن كعرقنا يقرأ نينك محوق عادنا يا فعل كان يقرأ وآخرية كبردينا تقرأ وآخرية سا نفانتين يا رجين يا هروق سيسا عن عشر كينا هلكن وحينو يالا صالح المسجد يصلي مكام حينو قلنينا تصالحيني حلنا مركا أين صالح أين صالح هكذا نكرر نعم جي وصالح حلنا مركا أين صالح أين ما جي بنبدلينا ونكرجنا صالح سعيد بها مرك سماها حلنا أين صالح مي صالح مكان محوقف كي وجواب يا صالح أما هو أما صالح مجعيسا أما هو بو استعمالي مجعين مجعيالكي أيوارانيا أما مجعيسي بو شيكي صالح صالح في المسجد في المسجد صالح صالح في المسجد محوكا قبانيا مساجدكي يصلي وتكنيا يصلي ها وتكنيا
Salih masajidku ayuu joogaa waanu tukanayaa. Halkan iyadoo gabadha saalixa musallaa tusallii. Marka maxaan leenahay waxaa layna weydiiyey ayna saalixatu. Maxaan leenahay inaguna saalixatu fiil musallaa tusallii. Saalixa waxay ku sugan tahay musallaa meesha lagu tukado sijaayada. Tusallii waanay tukanaysaa. Haddii hore u sii socono, halkana waxaa inoo yaala shariifun xamaami yatawadaw. Maxaa la yidhi markaa ayna shariifu? Ayna shariifu? Mee shariif? Inagu waxaan ugu jawaabeynaa shariifu fil xamaami. Muxuu ka qabanayaa suuliga? Yatawadaw, uu soo weysaysanayaa. Iyadiyo gabadhana waatan shariifatu albeyti tatawadau. Halkan waxaa laynoo dhigay shariifa iyo gurigii waana weyse qaadanaysaa. Marka maxaa layidhi ayna shariifatu? Meeday shariifa? Maxaan leenahay shariifatu ama hiya waynu odhan karnaa, ninkana huwa ayaynu odhan karnaa, magacii aynu ku bedeli karnaa huwa ama hiya, ama magac waynu sheegi karnaa. Marka maxaan leenahay hadda shariifatu fil beyti, halkay ku sugan tahay, meeshay joogto waa gurigii. Fil beyti, guriga ayay joogtaa. Tatawadaw, iyadoo weyse qaadanaysa. Fil xamaamina waa la odhan karaa, waayo meeshay ku weyse qaadanaysa waa suuligii, laakiin kelmaduhu se kuugu bataan ayaa loo bediyey musallaa, masjid, xamaam, beyt. Si kelmaduhu kuugu bataan ayaa loo kala duduway, inkastoo kaa horeeya isku mid kaa dhigaan qurfa. Waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. Insha allah wixii su-aalaad qabtaan noo ii soo qoraa casharkeennan. Halkan kasii bilaabayna insha allah usbuuca dambe, hadda halkan inoogu joogo. Intaynu kaga kulmayno cashar kale cusub, waxaan idin leeyahay fi amaanillaah, wasalaamu calaykum.